مساء جديد يجمعنا معكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي مثل ما عودناكم معلومات مهمة إن شاء الله تستفيدون منها اليوم حلقتنا راح تكون عن قسم التمريض في المستشفيات الخاصة مع رئيسة قسم التمريض والجودة والاعتماد الدولي من مستشفى السيف مدام علي إبراهيم صبحي مساء الخير مدام مساء الخير دكتور أهلا وسهلا زي حضرتك الحمد لله بخير الله يحفظك مدام علي شنو الإجراءات اللي سويتوها مع بداية أزمة الكورونا وشنو اللي طلبوه منكم وزاره الصحه؟ طبعا مع ظهور الازمه كانت اول حاجه تهمنا ان احنا نزيل المخاوف من الطاقم الطبي اللي موجود عندنا وان احنا نتابع كل التعميمات اللي جات لنا من وزاره الصحه ان احنا نقدر نطبقها هنا في المستشفى بدايه من دخول المريض لقسم الطوارئ او الاقسام نعم. العيادات الخارجيه كان مهم لينا قوي ان احنا نعمل منطقه التصنيف للمرضى اللي هي بنقول عليها في باللغه الانجليزيه التراياج اريا نعم. كان مهم جدا ان احنا ناخذ الكيس ديفينيشن اللي تم تداوله وتعميمه من وزاره الصحه شنو هو الكيس ديفينيشن اللي تداولته وزاره الصحه كان مهم قوي ان احنا يتم تعريف المرض ايه هو ان احنا نعم. نقدر نشوف الحالات الـ 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 ايه هي حالات الكورونا المشتبه فيها نعم شنو ونحن... مواصفاتها شنو تقيمها ش... يعني شنو المواصفات اللي بعثتها وزاره الصحه عشان ان أولاً... تكون هذه حاله مشتبه فيها اولا وزاره الصحه كان في كذا تعميم نعم. وبصراحه كان في خط هوت لاين متواصل ما بيننا وما بين وزاره الصحه ودي حاجة بصراحة أنا أول مرة أشوفها إن هي كانت الوزارة كل شوية يبعتوا تعميمات نعم لأي قرار جديد بيتاخد أو أي حاجة عايزيننا إحنا كمستشفى قطاع خاص إن إحنا نتم عملها هنا نعم ودي بصراحة ساعدتنا جدا لأن دي إديتنا زي جايدنس أو ان احنا نقدر نعمل الحاجات بالطريقه الصحيحه نعم آه كان اول حاجه كيس ديفينيشن ان احنا يتم تصنيف الحالات اللي بتيجي كانها مشتبه فيها مرض الكوفيد 19 ان المريض يكون جايب حراره نعم. او يكون عنده صعوبه في التنفس او عنده وجع في او حرقان في, في, في الحلق, في الحلق. زائد ان هو يكون مخالط لحد عنده نفس الاعراض او ان هو يكون جاي من اي من البلاد اللي مشتبه فيها مشتبه فيها مشتبه فيها, فيها, فيها وكان بيتم التعميم بكل البلاد اللي كانت مشتبه فيها ونحن عممنا ده على كل دكاتره الطوارئ اللي موجودين عندنا وكذلك قسم التمريض اللي موجود نعم زين الاشتباه فيه يكون واحده من الثلاث من الاربع شغلات ولا شغلتين ثلاث شغلات والله احنا حاولنا ان احنا ناخذ اشتباه من واحده من الاربع حاجات اللي يعني موجودين. لو حراره عنده عاليه فوق ال 37.6 يكون مشتبه فيه بعدين ينفحص فحوصات شامله عشان نعرف ندق على وزاره الصحه يسوي له فحص الكورونا ولا بالزبط. بالزبط. مريض عادي عنده احتقان عادي مش كوفيد 19 ما عندنا في الترياج اريا او قسم التصنيف طبعا احنا وجدنا مكان في قسم الطوارئ يعتبر خارج المستشفى مش داخل المستشفى قسم الطوارئ الحقيقة كان في مكان إن إحنا نقدر نصنف الحالات دي قبل دخولهم قسم الطوارئ لا. علشان ما يحصلش إن إحنا أي حالة مشتبه فيها تقعد جنب الحالات الأخرى اللي عندنا في قسم الطوارئ كان مهم قوي إن إحنا نفصل الحالات دي قبل ما تخش المستشفى عندنا ممتاز مم. زين أنت قلتي لي نقطة مهمة نحاول نوعي الهيئة التمريضية عشان ما يخافون مم. من الكوفيد 19 أو كورونا المستجد شلون هل في جزء من الطاقم من الطبي رفض انه يشتغل معاكم او قال انا ما ابي اشتغل انا خايف ابي اقعد بالبيت طبعا الفتره الاولانيه كان في تساؤلات كثيره جدا و يعني مش قادره اقول لحضرتك كميه التليفونات اللي كانت بتيجي الواحد وكميه الايميلات نعمل ايه طب احنا عندنا حاله كذا نعمل فيها ايه فطبعا من من اول ما جالنا التعميم وزاره الصحه يعني فضلنا مع المدير الطبي دكتور محمود دشني ان احنا نقعد وكل رؤساء الاقسام نتكلم معاهم نقول لهم ايه التعريف للمرض ده وايه نعم. الحاجات المفروض ان احنا نتبعها زي التعميمات اللي جات لنا من وزاره الصحه وتم النقاش معاهم لكل تساؤلاتهم وازاي هيتم التعامل مع الحالات المشتبه فيها نعم. علشان ما يبقاش في اي مس ويبقى في برضه تواصل ما بيننا ما بين وزاره الصحه بنفس الكلام اللي هم عايزيننا نعمله ده نعم. كان مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نتبعه هنا. فطبعا تم تدريب الطاقم الطبي والطاقم التمريضي والناس اللي هم فرونت لاينرز اللي هم نعم. كمان اللي كانوا في قسم الصيدله قسم المعمل والريسبشنست اللي قاعدين ان هم يستقبلوا المرضى على دولة كان تشخي... مهم جدا ان احنا تدريبهم على تشخيص الحالات المشتبه فيها ان ان هم ازاي يساعدونا ان احنا نحد من دخول حالات زي دي المستشفى عندنا برضه نعم ونحولها على وزاره ويتم الصحه ويتم تحويلها على وزاره الصحه حسب طلب وزاره وزارة الصحة طبعا بالضبط ده مهم م. جدا نعم. بالنسبه لنا لان طبعا اي قطاع خاص ما, ما عندناش نفس الـ الـ الامكانيات الموجوده في وزاره الصحه نعم. فاحنا اللي نقدر نعمله ان احنا نعمل زي عمليه ترياجنج تصنيف للحالات اي حاله مشتبه فيها بنعزلها وبنديهم طبعا تعليمات ان هم لازم يلبسوا ماسك وان هم فين يروحوا نعم. بيتكتب لهم جواب تحويل للمستشفى اللي احنا نتبع لها هنا نعم. وطبعا لو الحاله صعبه ما تقدرش ان هي يتم تحويلها بالعربيه الخاصه بتاعتهم احنا عندنا رقم هوت لاين هنا للاسعاف من وزاره الصحه بيتم التواصل معاهم وبنفهمهم الحاله ايه وبيجي فريق خاص من وزاره الصحه بياخد الحالات دي حوالي. له ممتاز طبعا فحص كورونا المستجد الفيريولوجي او مختبر اللابات الفيروسيه وزاره الصحه مانعه تماما أن يجرى غير في وزاره الصحه وهذا التعميم على كل المستشفيات طبعا وانا اشوف انه يعني قرار صعب انه يبون يتابعون الحالات عشان يعرفون عدد الحالات بالكويت. هو اي تحليل فيروسي طبعا وزاره الصحه هي اللي بتبقى مختصه بيه. نعم. فاحنا احنا غير مسموح لنا نعمل التحليل هنا. طبعا إحنا مجرد... هذا بالوقت الحالي أوه. بس بالاوقات اللي قبل كانت التحليلات الفيروسيه تجرى في اي مختبرات. بنعمل التحليل هنا بناخذ التحليل بس بنبعته برضه لمختبر الفيروسات في وزاره الصحه. عشان يجرون الاختبار هذا بالضبط بالزبط يا فهد ممتاز ممتاز م. زي شنو الاجراءات اللي سويتيها بالمستشفى عشان تنظيف الايادي عشان انه يكون كل شيء نظيف هل في شغلات زودتوها هل في كاميرات هل في اجراءات عند مدخل باب المستشفى سويتوها طبعا كل مداخل المستشفى تم وضع كاميرات حراريه فيها نعم طبعا احنا بتقابلنا حاجتين انت بيهمك الـ الـ الامن للستاف اللي موجود عندك وبيهمك ان انت الـ الـ اي مريض يخش مستشفى عندك ان انت توفر له بيئه امنه فكان مهم جدا ان احنا نعمل تراكنج لاي حد داخل المستشفى فحطينا كاميرات حراريه على كل ما دخل المستشفى الرئيسيه بيتم قياس, الحرارة, قياس من الحراره من خلالها قياس الحراره من خلالها المريض كان يتعدى نوقفه نقول له لو سمحت ومش بس المرضى يعني حتى حتى الدكاتره حتى الدكاتره حتى الاستاف اللي موجود جوه المستشفى قسم التنظيف المطبخ المغسله كل كل واحد بيخش المستشفى بيعدي على الكاميرات الحراريه نعم. وبعدين طبعا كان مهم جدا ان يحصل عمليه تدريب للستاف ده ان هو لو ظهر عليه اي اعراض او جاء ان كونتاكت مع اي حد عنده اعراض من اللي احنا ذكرناها قبل كده ان هو لازم يقول لرئيس القسم بتاعه يعني ما يبقاش في عمليه تستر على حد يكون عنده اعراض ومش عارفها لان نعم. دي برده هتقابلنا صعوبه ان حد ممكن يكون عنده اعراض وما بيقولهاش فكان صح. مهم جدا ان يحصل عمليه اه تتبع اه على الاستاف بالكامل لان ده واحد مرض لا سمح الله اذا قعد ببيتهم ما يعادي المجموعه اذا عاد المجموعه خلاص الاستاف كله عندي يعطل. فتعطل المستشفى ككل. وخصوصاً بوقت إحنا محتاجين فيه لكل المستشفيات م. الخاصة م. والحكومية بأداء فعال عشان نجابه مرض الكورونا. والزبط. والزبط. وأنا أشوف وأنا داش حطيته وايد هاند سانيتايزرز يعني أكثر من أي مكان صراحة شفته بحياتي. أوه. <متحدث> إحنا الحقيقة زودنا الهاند سانيتايزرز في كل الأماكن خصوصا الأماكن المفتوحة للعملاء بتوعنا Não. جنب كل الإسانسيرات طبعا كل المصاعد الداخلية حتى المصاعد اللي بيستخدمها العاملين زودنا الهاند سانيتايزر فيها Não. وعلى كل ستيشن رئيسية حضرتك هتلاقي برضو في زيادة للهاند سانيتايزر اللي موجود Não. طبعا الأدوات الأخرى اللي هي البيرسونال بروتكشن اللي هي زي الجلافزات أو والفيش أو أو شيلد والاجات شيلد دي بالظبط نعم. حتى السوت اللي هي العازله كل يعني. الحاجات دي توفرناها في المستشفى للعاملين عندنا نعم. وكان تشالنج بالنسبه لنا لان انت عايز الحاجات دي تكون متوفره بأعداد كبيرة. كافيه وكنا برضو في الفتره الاولانيه قلقانين ان الحاجات دي تبقى مش موجوده بتوفر في جوه دوله الكويت بس الحمد لله قسم التسويق عندنا جاب لنا كميه تكفينا للست شهور الجايين ان شاء الله نعم. ممتاز. أي الأدوات هذه طبعا عالميا فيها نقص كبير على جميع المستشفيات ولحسن الحظ إدارة البلد قدرت أن نجيب كميات كبيرة تغطي وزارة الصحة والمستشفيات الخاصه الحمد لله. بالضبط وكان مهم جدا ان انت تعلم الناس امتى يلبسوا البيرسونال بروتكتيف لان كل الناس كانت بتفكر ان هي ليت مي كفر اول ماي فيس احط احط ماسك والبس ان 95 يعني كان اوفر بالبدايه بالضبط كانت اوفر فكان مهم قوي تعلمهم امتى نلبس الماسك وامتى نلبس الماسك العادي وامتى نلبس الان 95 وفي اي بروسيدجرز موجوده المفروض تلبس الان 95 وهكذا. يعطيك العافيه مدام عليا مشاهدينا ان شاء الله استفدتم من حلقتنا اليوم والمستشفيات الخاصه والمستشفيات الحكوميه ايد بايد عشان تساعدنا نتغلب على المرض يعطيكم العافيه